تحت رعاية رئيس جامعة البحرين الأستاذ دكتور رياض يوسف حمزة، أقامت كلية التقنية المعلومات في جامعة البحرين معرضاً لمشاريع التخرج التي أنجزها الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي في أقسام هندسة الحاسوب، نظم المعلومات، علم الحاسوب، حيث عرض الطلبة 32 مشروعاً تقنياً في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتطوير برامج الموبايل والويب والمدن الذكية والأمن الإلكتروني. تحظى مشاريع التخرج التي ينجزها الطلبة في السنة الدراسية الرابعة برعاية واهتمام من الجامعة وبحضور لافت من الطلبة والأكاديميين والمهتمين في مجال تقنية المعلومات. كما أن معرض مشاريع التخرج للطلبة يهدف إلى إبراز مهارات التصميم والتنفيذ لمشروع متكامل يؤهلهم للنجاح في سوق العمل. هذا ويشار إلى أن طلبة كلية تقنية المعلومات قد حققوا الفوز بالمراكز الثلاثة على مستوى العالم في مسابقة شركة هواوي 2017 لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات الموجهة إلى طلبة الجامعات التقنية في منطقة الشرق الأوسط في جمهورية الصين الشعبية. كما فازت الجامعة بجائزة التميز الأكاديمي في الشرق الأوسط، بما أن برنامجي بكالوريوس علوم الحاسوب وبكالوريوس نظم المعلومات في الكلية قد حصلا مجددا على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا إبت الأمريكي في العام 2016. كما أن جميع برامج كلية تقنية المعلومات معتمدة من المؤسسة ذاتها منذ العام 2010. مسابقة لاختيار المشاريع الفائزة، ففي كل برنامج عندنا ثلاث مشاريع ويكونون المحكمين خارجيين من أصحاب الخبرة والاحترافيين في هذا المجال، والمعايير هي الإبداع والابتكار لاختيار المشاريع الفائزة. مشروعي اللي هو انستا اوكشن، برنامج للمزاد والشراء. ليش هالبرنامج موجود؟ ليش هاي الفكرة؟ لأن أنا شفت نقص حالياً وفي جاب في الماركت حالياً بخصوص هالأبليكيشنز. مشروعي عبارة عن كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة نتحكم فيه عن طريق موجات المخ. موجات المخ هذه ناخذها عن طريق جهاز محدد أو مخصوص يلبسه الشخص، وعن طريقه عن طريق تفكيره يتحرك الويل تشير إلى الدايركشنز، إلى أحد الاتجاهات، مثل إلى الأمام أو الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار.